نحاول أن نستوضح أكثر عن حجم المعاناة الإنسانية والمأساة التي لحقت بالعائلات الفلسطينية، كون أن العدوان الإسرائيلي استهدف أكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية. معنا يعني علاء أبو حطب صاحب هذا المنزل يحدثنا بنفسه عن ما جرى وما حدث داخل بيته. علاء، يعني ماذا حدث هنا؟ اللي حدث يعني شيء صعب وجريمة إنسانية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد قوانين كفلتها المحاكم الدولية. احنا كنا قاعدين في بيتنا، جاي اختي عندي، مرتي وزوجتي، زوجتي واطفالي الخمسة قاعدين في بيتهم، اختي كانت عندي واطفالها الخمسة جايين يعيدوا علي، يفرحوا وينبسطوا عندي في العيد. كان الدنيا حرب والدنيا عيد ومش قادرين يطلعوا، فكانوا مبسوطين انهم جايين عندي، اولادي كانوا مبسوطين انهم جايين عليهم في العيد. اللي صار انه فجأة انا طلعت اشتري لهم اكل في الليل وما وصلت المحل تبع الاكل، واشتري لهم العاب لانهم جايين والعاب بدي اشتري لهم ابسطهم في هالعيد. الحمد لله رب العالمين على اللي صار. فجأة سمعنا صوت خبط وقصف، صواريخ دكت المنطقة، زلزلت المنطقة، تزلزل، ما عرفنا من وين الدخان، ما عرفنا، مشينا على الدخان فكرنا حد من الجيران، بتفاجأ لقيت المنزل قصف على الأطفال وعلى النساء، ما في حد، ناس مطلوبين موجودين، ولا ناس عساكر ولا ناس إرهابيين ولا حدا من اللي بدعوه، يعني هم مجرد أطفال جايين في فرحانين في هالعيد، لابسين لبس العيد وبدهم يفرحوا وينبسطوا في هالعيد. النساء فرحانات إنهم مجتمعات في ظل هذه الأوضاع الصعبة والحصار الخانق وظل الحرب اللي قايمة. طبعا انا الصراحة يعني لما شفت هول المنظر انصدمت وعشت في صدمة نفسية، وشفت اولادهم بطلعوهم، طبعا زوجتي طلعوها. مين فقدت انت؟ انا عدد لي يعني انا كان عندي خمس اطفال، الحمد لله رب العالمين نجيت طفلة منهم، ولكن ربنا اخذ وداعته واستشهد اربع من اطفالي. يوسف كان عمره 11 سنة بالصف الخامس الابتدائي، الأصغر منه كان بلال كان بالصف الرابع 10 سنوات، الأصغر منه مريم يعني كانت حتى مريم خلال شهر رمضان المبارك وظلتها لحد ما استشهدت، وهي رجلها مكسورة ومجبصة، لا بتقدر تتحرك ولا بتقدر تروح على الحمام ولا بتقدر تروح أي مكان، يعني أنا كنت في خدمتها. وزوجتي برضو ايضا كانت مكسورة ايدها وعايشين، يعني لا لهم حيلة ولا لهم فتيلة، انقصفوا هم مكسورين وانقصفوا هم مش قادرين يتحركوا ولا يشردوا اساسا. مريم كان عمرها 8 سنوات، ويامن الاصغر منهم كان عمره 5 سنوات ونصف 6 سنوات. فجأة لقيناهم مدمر البيت عليهم، ما قدرنا نطلع حدا منهم الا كانوا كلهم مستشهدين ما عدا ماريا كانت عمرها 5 سنوات وظلت عايشة الحمد لله وتصاوبت وقدرت تنجو من هذه المجزرة البشعة والمجزرة الجريمة النكراء اللي ارتكبوها الصهاينة. يعني ما هي رسالتك يعني بعد ان فقدت عائلتك بكاملها تقريبا، ما هي رسالتك للعالم؟ يعني رسالتي للعالم يقفوا ضد المحتل الغاشم هذا اللي اخذ ارضنا ودمرنا، وما في عنده بنك اهداف الا بنك اهدافه مجرد مدنيين بيستهدفهم امنين في بيوتهم قاعدين، لا ضربوا صواريخ على اليهود ولا طخوا على اليهود ولا استهدفوا اي حدا ولا ضروا اي حدا، مدنيين امنين، نساء اطفال عزل يستهدفوا. انا رسالتي للعالم انه يقف ضد هذا المحتل الغاشم، وبكفي مجازر اللي بيرتكبها العدو الصهيوني في كل آن وحين، وما حدش بيقدر يوقف في وجهه. نعم، شكرا وعظم الله أجرك والبقاء لله. أيضا المجزرة هنا لم تقتصر على عائلة أبو حطب بل عائلة الحديدي، هذه العائلة التي جاءت إلى منزل خالها لكي يعني تعيد عليه لكي تقضي وقتا ممتعا في ظل التصعيد الإسرائيلي. معنا والد عائلة أبو حطب الذي فقد كل أطفاله، عفوا الحديدي، ليحدثنا عن ما جرى وماذا حدث لعائلته وكيف يعني حدث هذا القصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الحال وعلى كل حال. الذي حصل يعني هنا في هذا البيت كما ترون مجزرة ضد الإنسانية بحتة، مجزرة بحتة ضد الإنسانية.
يعني انا زوجتي انا اسكن يعني عن بعد هذا المنزل 500 متر او 600 متر يعني. فجاءت زوجتي بعد ان قامت بتجهيز ابنائها بملابس العيد والعاب العيد، جاءوا عند دار خالهم هنا لقضاء يوم جميل مع ابناء خالهم مع خالهم مع زوجة خالهم للمعايدة عليهم ولقضاء يوم جميل من ايام العيد. ولكن الذي حصل الانباء ان قامت يعني طائرات الاحتلال بمباغتتهم وقصفهم بصواريخ بحمم بركانية دون سابق انذار. مين فقدتها؟ نحكي لنا عنها. انا يعني هان فقدت يعني اغلى ما املك في هذه الحياة. يعني فقدت اول ما فقدت يعني زوجتي الحبيبة ام صهيب مها محمد عبد العالي الحديدي، عائلتها ابو حطب، وابنائي صهيب محمد الحديدي عمره بصف اولى اعدادي عمره 13 او 14 عام، ويحيى محمد الحديدي عمره 11 عام الصف الخامس، وعبد الرحمن محمد الحديدي في الصف الثاني عمره 8 اعوام، واسامه محمد الحديدي عمره 6 اعوام. يعني كنت قد سجلت في مدرسه الوكاله جديدا، ولم يتبقى لنا سوى الطفل الوحيد عمر محمد الحديدي الذي المعجزة، هذا الطفل المعجزة الذي خرج من تحت الأنقاض وهو مصاب. يعني من لهذا الطفل الآن؟ يعني أنا سؤالي للعالم بأسره، هذا الطفل من الذي سيقوم برعايته؟ يعني أنتم تعلمون دور الأب يعني له دور كبير، ولكن هذا لا يغني عن دور الأم، لأن الأم كما تعلمون أنها هي المجتمع. وين موجود؟ عندي في البيت موجود. يعني هذا من يتكفل به؟ من يقوم برعايته؟ من يقوم يعني من الذي سيفهم عليه ماذا يطلب؟ طب اسرائيل بتحكي انها بتضرب يعني مواقع عسكريه ومواقع مطلوبين ومش عارف ايش، يعني مش شايفينها ولا موقع عسكري، كلها منازل متكدسه مع بعضها البعض. يعني هذا الذي يفترونه الاحتلال الصهيوني الذي يقول اننا قد قصفنا هنا مطلوبين. هؤلاء المطلوبين، هؤلاء الاطفال، هؤلاء النساء، هم اللي كانوا يجلسون في هذا البيت، كانوا يقضون يوما جميلا من ايام العيد فقصفوا، وتطلع ويخرج علينا المزعوم الاحتلال ويقول احنا قصفنا بنك اهداف. هؤلاء بنك الاهداف، هؤلاء الاطفال هم بنك الاهداف. هذه العائله الامنه في بيتها قصفت من يد الاحتلال الصهيوني، والذي يتغنى بقصف مطلوبين كبار وقيادات. ماذا كانت جريمتهم؟ هؤلاء الأطفال ماذا كانت جريمتهم؟ جريمتهم أنا بنظري الجريمة التي اقترفوها أنهم يلبسون ملابس العيد ويحملون بأيديهم ألعاب العيد، والطفل عمر يحمل بيده رضاعته. هذه هي الجريمة. يعني أنا الذي أبلغني ضابط الإسعاف أنه قد قام بإخراج الطفل عمر من بين أحضان أمه. هذه هي الجريمة. أنا أناشد لأحرار العالم، أنا رسالة لأحرار العالم للمجتمع الذي يتغنى بالإنسانية ويتغنى بحقوق الأطفال ويتغنى بحقوق الإنسان ويتغنى بحقوق المرأة. أين هم مما يحصل داخل غزة؟ أين أطفال العالم الذين يشاهدون المجازر وهم يشاهدون على شاشات التلفزة دون أن يحركوا ساكنا؟ الذين يتغنون بالإنسانية وحقوق الأطفال، أين هم مما يحصل في غزة لأطفال غزة في أيام العيد الذين كانوا ينتظرون العيد على أحر من الجمر، ينتظرون قضاء أيام العيد على الملاهي على الألعاب، ولكنهم قضوا أيام العيد عند الله عز وجل وهو وليهم، نحتسبهم إن شاء الله شهداء وفي سبيل الله. إيش بدك تعمل الحين؟ يعني الحين في مأساة، عيلتك كلها راحت، لم يتبقى إلا عمر الذي استطاع أن ينتزع الحياة من بطن الموت كما يقولون. ماذا ستفعل الآن؟ يعني نسأل الله تعالى أن يرحم إخوانه وأن يرحم أبناء خاله وأن يرحم أمه وأن يرحم مرض خاله وأن يعوضنا عوض خير، ونسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة الذي وكلنا الله بها، ألا وهي الطفل المعجزة عمر الذي خرج من تحت الأنقاض. نسأل الله أن يعيننا على قضاء حوائجه وأن يشفي ويشفي بنت خاله الصغيرة، وحسبي الله وأنت نعم الوكيل. يعني هذه صورة الوضع الإنساني المأساوي الذي تعيشه العائلات الفلسطينية في قطاع غزة،
قصف لعائلات، قصف لمدنيين، قصف لأطفال، استهداف بطائرات المقاتلة لمنازل، يعني كما ترون هذه هي منازل مخيم الشاطئ، وربما هذه المنازل أحسن حالا، هناك حالة بؤس أكثر من هذه المنازل. هذا الوضع يعني الوضع سيء، وضع مأساوي، وضع صعب. هنا استطاعت طفلة وطفل صغير رضيع أن ينتزعوا الحياة من قلب الموت الذي كان هنا، من قلب الحمم البركانية والنارية التي قصفت منازل هؤلاء الأطفال. يعني لا ذنب لهم سوى أنهم جاءوا إلى بيت خالهم لقضاء وقت ممتع في فترة العيد، لكن هذا العيد تحول إلى موت، تحول إلى قتل، تحول إلى مسح عائلات. يعني العائلتين فقدت أبنائها ولم يتبقى الأب والأب الآخر، لم يتبقى لكلاهما سوى طفلة صغيرة وطفل صغير. هذا هو الواقع، وهذه هي الصورة المأساوية يعني التي تعبر عن نفسها في قطاع غزة. القصف الذي وقع هنا في هذا المكان لم يطال هذه العائلة فقط، المشهد هنا يعني عدد كبير من المنازل كما ترون في الصورة هي مدمرة ومهشمة بفعل القصف الإسرائيلي. أيضا إلى الجانب الآخر، إلى الجهة الشرقية من هذا المبنى، هناك عدد كبير من المنازل مدمرة ومتآكلة ومتهالكة، بالإضافة إلى محلات تجارية كانت أسفل هذا المنزل، محلات بقالة، محلات يعني صالونات للحلاقة وما إلى ذلك، كلها تدمرت وأصبحت هذه الكومة من الركام. يبقى يعني الآباء يقفون على يعني ركام هذا الحطام، يتذكرون أبنائهم وزوجاتهم وأوقاتهم السعيدة التي قضوها معهم، على أمل يعني أن ينصلح الحال وأن يبقى يعني الأمل، سيظل الأمل معقودا، وسيبقى الفلسطينيون متعلقون ومتثبتون بالحياة من أجل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم ولقضيتهم الفلسطينية.